مرحبا بكل متابعي ومشاهدي القناة. اليوم نتكلم عن فكرة القصة وتأثيرها على تشكيل الأفكار الإنسانية، وسنلاحظ أن تقريبا كل الأفكار الإنسانية القديمة بما فيها الأديان دائما أتت عن طريق سرد القصة، فبدءا من ملحمة جلجامش، أول قصة ملحمية كتبت في تاريخ الإنسانية أو عثر عليها في تاريخ الإنسانية، إلى حتى أيامنا هذا مثلا أفلام هوليوود ومسلسلات الأمريكية والتلفزيونية، نلاحظ أن دائما توصيل الأفكار أو توصيل معتقدات معينة يتم بشكل أقوى بكثير عندما تسرد هذه الأفكار على شكل قصة. إذا عدنا إلى ملحمة جلجامش مثلا، وهي تعطينا فكرة أن الصديق هو أثمن شيء في الوجود، بمعنى إذا كنت تعيش في مجتمع ولم يكن لديك أصدقاء مقربين فقد تخسر الكثير في حياتك، لكن فقط قول هذه العبارة أن الصديق شيء مهم ليس لها تأثير عميق. لكن عندما تكلم عن قصة جلجامش وكيف أنه تصادق مع أنكيدو وكيف أنهم سوية حاربا وحوش معينة وانتصروا عليها وكيف أنهم تعلموا من بعضهم البعض، ومن ثم كيف أن جلجامش خسر أنكيدو حيث أنه قتل في معركة، وكيف أنه ذهب في رحلة حتى يتكلم مع الآلهة حتى يستطيع أن يعيد أنكيدو إلى الحياة، لأنه شعر بفقد جزء كبير من حتى من نفسه عندما فقد أنكيدو. فعندما تقرأ هذه الفكرة تشعر بأنك تعيش مع جلجامش في هذه الأحداث، وتشعر بما يشعر به جلجامش. وهنا قوة القصة. القصة تشرح الأفكار عن طريق المشاعر، وطبيعي أن الإنسان عندما تتحرك مشاعره فأنت تجذب الانتباه ويصبح مهتم جدا بمعرفة ما هذا الشيء الذي غير من مشاعره. ولهذا نستطيع أن نقنع كثير من الناس بأي فكرة معينة عندما نسرد القصة. فمثلا في الصراع الإسرائيلي العربي نلاحظ أن كيفية التأثير على مشاعر الناس وعقول الناس وإقناعهم بأن يدعموا طرف معين من هذا الصراع دائما يتم عن طريق القصة. فإذا أردت أن تشرح كيف أن اليهود لهم حق في هذه الأرض، فأنت لا تقول أن اليهود لهم حق في هذا الأرض، لن يصدقك أحد. لكن عندما تسرد قصة اليهود الذين طبعا ماتوا في الهولوكوست في ألمانيا النازية، 5 ملايين يهودي، وعندما تسرد قصة واقعية حدثت هناك لفتاة، وهذه الفتاة مشهورة اسمها آن فرانك، وهي طفلة يهودية كانت تكتب مذكراتها، فهي أخذت إلى معسكرات الاعتقال ويعني ماتت هناك. وطبعا هي تحكي تقريبا بسرد يومي ماذا يحدث داخل هذه المعسكرات، يعني حياة بشعة جدا. فطبعا عندما تقرأ هذا الكتاب يوميات هذه الفتاة ومن ثم تأتي هذه النهاية البشعة لها، فأنت تشعر بعطف شديد للشعب اليهودي، فتقول أنهم لهم حق أن يدافعوا عن هذه الأرض. من الجهة الأخرى عندما تتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني خاصة في حرب 48، عندما بدأت تتقدم القوات الإسرائيلية على القدس وبدأت تحتل الجزء الغربي منها، فهناك كثير من القرى التي دخلت فيها فرق عسكرية إسرائيلية وبدأت تقتل بشكل أعمى. لكن هناك قصة حدثت بشكل فعلي، وهي القصة المشهورة، هي مذبحة دير ياسين، وفيها دخلوا 130 مقاتل من اليمين المتطرف الصهيوني وقتلوا 107 فلسطينيين من ضمنهم أطفال ونساء. فعندما تحكي هذه القصة بحذافيرها وكيف شرحت عن طريق
شهود عيان وكيف أن القتل تم بشكل وحشي وشكل إجرامي، فأنت تشعر بشفقة كبيرة وتشعر بأنك تعيش آخر لحظات هؤلاء الضحايا وهم يقتلون على يد الصهاينة، ومن ثم تشعر بغضب شديد تجاه إسرائيل. وهنا فأنا أحرك هذه المشاعر حتى أقنعك بفكرة أن الفلسطينيين هم الذين على حق. طبعا سرد القصة نعرفه في الأديان، وهذا الشيء يعني منذ الأديان القديمة الهندية، الرومانية، الإغريقية، السومرية، بابلية، مصرية، ووصولا حتى بالأديان الإبراهيمية. فكل هذه الأديان تأتي بأفكار أخلاقية، تأتي بتعاليم معينة ومنظومة فكرية معينة يعتمد عليها الدين حتى يضع قوانين اجتماعية. لكن كل هذه الأفكار تأتي عن طريق قصص. يعني صحيح هناك أفكار مباشرة بدون قصص موجودة في القرآن وإنجيل والتوراة، لكن الأجزاء التي تجذبنا إلى هذه الأديان هي القصص، وكيف أننا نتعلم من هذه القصص لماذا هذه الأفكار وجدت ولماذا وضعت هذه المنظومة الأخلاقية مثلا في هذه الأديان. إذن القصة تؤثر بشكل أساسي على الجانب الأيمن من الدماغ. الجانب الأيمن هو الجانب الذي نتخيل فيه، الجانب قد يكون جانب عاطفي أكثر، بعيد عن الأفكار المنطقية، بعيد عن الأفكار العقلانية. ولهذا عندما نؤثر على إنسان معين بقصة معينة، كما ذكرنا نحن نؤثر على المشاعر، لكن بنفس الوقت نحن ندخل إلى خيال هذا الإنسان ونحاول أن نفصل التفكير المنطقي عن هذا التأثير. فإذا كان الإنسان يفكر بشكل منطقي وعقلاني دائما بكل الأشياء، بكل القصص التي تؤثر على مشاعره، كثير من الناس لن يتأثروا بأي قصة بشكل سهل أو سريع. لكن ما يحدث أنك عندما تؤثر على الإنسان من الجانب الأيمن من الدماغ، فإنه فعليا يمهل هذا الجانب العقلاني أو الفكري ويدخل في هذا الجانب العاطفي الخيالي. والشيء الإيجابي في هذه النقطة أن الإنسان يحاول دائما أن يسبح في هذا الخيال، فيحاول أن يضع أشياء أخرى داخل هذا الخيال لأنه ليس محدود، لا يوجد حدود عقلانية له. ومن هنا فإن القصة تجعلنا نتخيل وتجعلنا نشعر بنفس شعور الأبطال الذين يذكرون في هذه القصة. إذن ما هي مكونات القصة التي تؤثر على الإنسان؟ طبعا نحن نلاحظ هذه المكونات موجودة في كل القصص التي بقيت من الأساطير والأديان القديمة إلى يومنا هذا. أول نقطة هي التشويق أو الإثارة. القصة يجب أن تكون فيها مقاطع مثيرة مشوقة، بحيث أن هذه الأحداث قد تكون أحداث خطيرة. مثال: عندما هاجر محمد من مكة إلى المدينة، هناك كثير من التشويق والإثارة في القصة، لأنه استطاع أن يهرب من البيت بعد أن حاصره جنود مسلحين واختبأ في الغار، بحيث أن الجنود اقتربوا جدا من الغار. فهذه الإثارة والتشويق عامل مهم جدا في القصة حتى تشد المشاهد وتشد المشاعر، بحيث أنه يرغب في سماع المزيد. النقطة الثانية في القصة هي وصف المشهد. وصف بمعنى نعطي مطلق العنان للخيال ونضع صور واضحة جدا للمشهد الذي يعيش فيه أبطال القصة. وأفضل قصة تتكلم عن وصف هي وصف الجحيم أو جهنم في الأساطير المسيحية والإسلامية. وفي المسيحية يذكر وجود جهنم، وهي مكان كبير أو حفرة كبيرة من النار، طبعا يلقى فيها الكفار الذين لا يؤمنون بالمسيح، وبعد أن يحترقوا بها وهناك عمال في جهنم يعذبون هؤلاء الناس ولا يموتوا أبدا. طبعا هذه الأفكار نقلت إلى الإسلام، ونلاحظ أن كثير من القصص الخرافية التي كتبت من رحلة محمد الإسراء والمعراج
بحيث أنه ذهب إلى جهنم، وتبدأ هذه القصص تصف جهنم وتصف كيف يتعذب الناس، وحتى تفصيل دقيق لكيف يتعذبون وكيف يعلقون وما هي أدوات التعذيب. وطبعا هذا الوصف الدقيق يعطي خيال عظيم للقصة ويجعل الإنسان ينجذب بشكل كبير، خاصة كما ذكرنا من الجهة اليمنى من الدماغ، بحيث ينشد لهذه القصة وحتى يستطيع أن يتخيل نفسه في هذا المكان. كلما كان الوصف أفضل طبعا كلما تستطيع أن تشد انتباه وخيال المشاهد أو المستمع للقصة. القصة الجيدة أيضا يجب أن تعطي حبكة درامية، بمعنى أنك تعطي مسار غير متوقع للقصة وشيء غير متوقع للمستمع. وطبعا الشيء الغير متوقع يكون هو لب الموضوع القصة، ومن هنا يعطي أو يطرح الفكرة التي يحاول أن يوصلها. فمثلا في الملحمة الهندية مها بهاراتا، وتحكي قصص الآلهة الهندية، الإله أرجونا الذي أمره الإله الكبير كريشنا بحرب مقدسة، فعندما عرف أن الجيش الذي يقاتله فيه أقرباءه نراه يرفض أن يقاتل، فوضع السلاح وجلس في الأرض وهو يشعر بكآبة شديدة، ويقول لماذا نحن نتقاتل، نحن عائلة واحدة. فهذه يعني حبكة درامية غير متوقعة في القصة، أن الإله يرفض أوامر الإله الكبير كريشنا ويشعر بكراهية للحرب، والتي عادة تكون شيء مقدس، والأديان طبعا تشجع على الحروب المقدسة، تعتبرها شيء يعني عظيم الثواب. والنقطة الأخيرة في أهمية القصة هي ربط السياق والحوادث التي تحدث في القصة إلى الواقع. كيف تربط هذه الشخصيات بالواقع الذي نعيش فيه، وشيء مشابه لأحداث الحياة التي نعيشها. فمثلا في الأساطير الإغريقية هناك قصة مشهورة تسمى بباندورا، وفي هذه القصة زوس وهو كبير الآلهة الإغريق يأمر الإله هيفاستوس بخلق أول امرأة من البشر، وهنا لأنها كانت أول امرأة فإن عديد من الآلهة بدأوا يضعون صفة معينة إلى هذه الامرأة حتى أصبحت مكتملة الجمال، مكتملة الصفات، وأعطيت لها جرة، وهذه الجرة تحتوي على عدة شرور في ذلك الوقت، هذه الشرور بمعنى أمراض أو كوارث طبيعية. وتقول القصة أن زوس أهدى باندورا إلى إله آخر اسمه أبيميثيوس، وكانت هذه حيلة من زوس حتى يدمر بها هذا الإله الآخر، وفعلا فباندورا فتحت هذه الجرة وبدأت تنشر هذه الشرور في مكان الإله أبيميثيوس. فمغزى القصة أن الشرور في العالم أو الشر الموجود في العالم هو أتى من جرة باندورا. ونلاحظ أن هذه القصة رويت كثير في القرون الوسطى في أوروبا وتحولت إلى صندوق باندورا، وصار مثال باندوراز بوكس أو صندوق باندورا دائما هو الشيء الذي يخلق المشاكل كمثل في أوروبا. في النهاية أعتقد أن كل الموروثات الشعبية والأفكار والحكم والأمثلة كلها أتت من قصص. أنا أتذكر عندما كنت مراهق كان لدينا كتاب الأمثلة الموصلية المشهورة، وفي الكتاب طبعا هناك مئات من الأمثال، لكن كل مثل هناك قصة أدت إلى هذا المثل. فليس هناك أمثلة نراها في الموروثات الشعبية إلا وخلفها قصة. وأعتقد أنه مهما تطور التفكير ومهما تطور المنهاج الفلسفي أو الفكر العلمي للإنسان، تبقى القصة مؤثرة بشكل كبير، تبقى القصة أكبر تأثير على مشاعر، خيال، وحتى على طبعا أفكار الإنسان. ولهذا يبقى الناس يرغبون دائما بالاستماع إلى القصص، وحتى البحث عن القصص ذات المعنى
بمعنى أننا حتى نختار القصص التي نستمع إليها ونرفض القصص التي لا تحتوي على هذه النقاط المهمة التي تجعل القصة مؤثرة. هذا ما أردت أن أقوله اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى.